كأنما أراد القذافي أن ترد له قبائل إفريقية جميله المتمثل في الأموال الكثيرة التي قدمها لها طيلة السنوات الماضية، فتقوم اليوم بحمايتهم مما تسميه المؤامرة الدولية للإطاحة بملك ملوك إفريقيا. القبائل هذه بحسب مصادر عديدة عددها نحو 1000 منتشرة في أرجاء إفريقيا، وهي التي كانت وراء مبايعته ملكا لملوك إفريقيا في وقت من الأوقات، وقد أصدرت ضمن الاحتجاجات الحاصلة بيانا أدنت فيه ما أسمته الهجوم الخارجي الذي يستهدف استقرار ليبيا. وقد وقع البيان ما يسمى ملتقى ملوك وسلاطين وأمراء وزعماء إفريقيا التقليديين، والموقف هذا يزيد من التأكيد على أن ثمة فعلا عشرات الألاف من المرتزقة الأفارقة في ليبيا يتقاضون 2000 دولار يوميا بحسب أخبار وردت من نيجيريا والصومال وتشاد، حيث تحدثت الصحافة أيضا هناك مبكرا عن إعلانات وإشهار لتوظيف مقاتلين في ليبيا لصالح القذافي. أما في كينيا فقد أشعل الموضوع جدلا وصل إلى مبنى البرلمان. شرطة مدينة طبرق الليبية قدمت الدليل بالصور لأفارقة اعترفوا بأنهم استقدموا للقتال إلى جانب القذافي مقابل الأموال. كيف دخلت مصر؟ How did you enter Egypt? I get a visa. And did you share the food? I get for school, for a visa to go to school. صحيفة الجارديان البريطانية تحدثت أيضا عن مرتزقة من الكونغو والنيجر ومالي والسودان، وهناك آخرون من آسيا وشرق أوروبا، لكن المثير في الأمر مشاركة مرتزقة من إيطاليا بحسب أعضاء في البرلمان الذين أشاروا أيضا إلى وجود 4 أشخاص يشاركون في مهمة لحماية نظام القذافي. لكن احتمال مشاركة الطيران الجزائري في عمليات نقل المرتزقة من دول إفريقية إلى ليبيا يعد أكثر المعطيات تأثيرا في سير الأحداث بالمنطقة. السلطات الجزائرية وإن كذبت مرارا وتكرارا أنها لم تشارك بطيرانها في نقل المرتزقة، فإن مجرد الشك بذلك من قبل المجموعة العربية والدولية يجعل الجزائر في وضع سيء جدا، كون البلدين متجاورين ويتقاسمان العضوية في أكثر من منظمة دولية وإقليمية وأكثر من قاسم تاريخي وثقافي. الحيثيات بالصور ليست متوفرة بما يؤكد المعلومة بخصوص الجزائر، لكن التساؤل يبقى مطروحا حول كيفية تمكن القذافي من نقل 60,000 مسلح من دول مختلفة بالعالم مستعملا 16 طائرة إن لم يكن مدعوما لوجستيا وسياسيا، ثم أن الجيش الليبي بما فيها الطيران الحربي قد انشق وأصبح في أغلبه في صف المحتجين. رسميا جميع الدول التي ذكر اسمها سواء فيما يتعلق بنقل المرتزقة أو مشاركة مواطنين في القتال بليبيا نفت الأمر، من صربيا إلى بيلوروسيا إلى أوكرانيا إلى تشاد ونيجيريا وغيرها، وهو نفي أكثر ما يعكس المواقف الرسمية لهذه الدول بانتظار ما ستفرزه التطورات.